رفضاً لإرهاب الاحتلال وجرائم مستوطنيه ضد المقدسيين والمسجد الأقصى، هب شباب القدس هبة رجل واحد ليدافعوا عن أولى القبلتين، واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني واعتقال عشرات آخرين. ما تقوم به دولة الكيان من جرائم ممنهجة ضد مدينة القدس وأهلها ومبانيها وضد المسجد الأقصى يؤكد أن معركة الكل الفلسطيني حول مدينة القدس، كما أن القدس تعنى للمسلمين جميعا، ولذا على المسلمين يتحملوا مسؤولياتهم اتجاه ما يرتكبه العدو الصهيوني ضد مدينة القدس وأهلها، لأن هناك خطة مبرمجة من قبل العدو الصهيوني بتفريغ القدس من أهلها. هبة الشباب المقدسي في وجه الاحتلال ومستوطنيه، هبة لاقت دعما من الكل الفلسطيني، فخرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في مدن فلسطينية مختلفة وسط دعوات بضرورة دعم صمود المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال وعربدة مستوطنيه. الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الاستهداف للوجود الفلسطيني ككل في الأراضي المقدسة وتحديدا في مدينة القدس، مضايقات على مختلف المستويات، أبرزها تكبد المواطن الفلسطيني في المدينة المقدسة للخسائر اليومية نتاج حالة الممارسة العنيفة ضد المنشآت الاقتصادية الفلسطينية في القدس، فرض الضرائب والأتوات المالية. هذه السياسة هي سياسة عدوانية إجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك وضد المدينة المقدسة، في محاولات حثيثة للاحتلال الصهيوني لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المدينة المقدسة. نحن نقول أن هذه السياسة العدوانية هي ثمرة صمت المجتمع الدولي. لم تنجح كل محاولات الاحتلال الصهيوني في فرض سياساته على المقدسيين، فكانت رسالتهم رسالة واضحة للمحتل بل للعالم أجمع، أن القدس عربية إسلامية ولا مكان فيها للمغتصبين. ولكن هل سيلقى صمود أهل القدس دعما عربيا وإسلاميا حقيقيا يعزز ثباتهم في مواجهة الاحتلال؟ محمد سالم، قناة التناصح الفضائية، فلسطين المحتلة.